النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا بالأردن أهلا بكم. نهار اليوم الأربعاء ارتفعت درجات الحرارة قليلا، وسادت عموم مناطق المملكة أجواء صيفية اعتيادية. إن شاء الله في ساعات الليل أيضا رح ترتفع درجات الحرارة وتصبح الأجواء ألطف من الليالي السابقة بإذن الله. في مناطق الداخلية من البادية الشرقية هناك هبوب للرياح المثيرة للأتربة والغبار، وإن شاء الله في منطقة خليج العقبة رح يكون ارتفاع الموج خفيف. ننتقل إلى صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم، بنلاحظ خلو سماء المملكة من أي سحب أو غيوم. ننتقل إلى خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة إن شاء الله. بنلاحظ يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء صيفية اعتيادية. في ساعات الليل أيضا تكون الأجواء لطيفة مقارنة بالليالي السابقة، ولكن يوم الخميس تكون الأجواء صيفية اعتيادية أيضا، ولكن في ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة تصبح مائلة إلى البرودة. يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة مجددا، تصبح الأجواء أو درجات الحرارة أقل من معدلاتها الشهرية، وفي ساعات الليل بتكون درجات الحرارة مائلة للبرودة وأجواء باردة. نتعرف على درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان، بتسجل 22 مئوية مع أجواء صافية، نسبة الرطوبة 63% وسرعة الرياح خفيفة 9 كيلومتر بالساعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله في العاصمة عمان لثلاثة أيام القادمين، يوم الخميس 30 مئوية مع غيوم أو أجواء غائمة جزئية ليلا 17 أجواء صافية، يوم الجمعة 28 مئوية 18 ليلا، ويوم السبت 29 درجة مئوية و20 ليلا إن شاء الله وأجواء صيفية اعتيادية. نتعرف على درجات الحرارة نهار غد الخميس بإذن الله في عموم مناطق المملكة، نبدأها شمالا مع إربد، بتسجل إربد 29 نهارا 17 ليلا، المفرق هناك غبار خفيف 30 نهارا 16 ليلا، جرش 30 نهارا 17 ليلا، وعجلون بين 28 و16 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية في هذه المناطق. انتقالا إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان، بتسجل نهار غد 30 ليلا 17، كذلك الحال البلقاء، الزرقاء بين 32 و19 وغبار خفيف، مادبة بين 31 نهارا و18 ليلا، البحر الميت أجواء حارة نسبيا 37 نهارا و26 درجة مئوية بتنخفض ليلا إن شاء الله. مع المناطق الجنوبية والكرك بتسجل نهارا 30 18 ليلا، الطفيلة كذلك الحال، الشوبك 28 نهارا 18 ليلا وأجواء صافية ومشمسة، معان بين 33 و 21 وأيضا أجواء صافية ومشمسة. أما العقبة أجواء حارة نسبيا 40 نهارا و 28 درجة مئوية إن شاء الله بتسجلها ليلا. ننتقل إلى المناطق الشرقية مع الرويشد، بتسجل 36 نهارا 19 ليلا، الصفاوي بين 34 و 17، والأزرق بين 35 مئوية و 19 درجة مئوية بتنخفض ليلا وغبار خفيف في المناطق الشرقية. إلى هنا انتهت النشرة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.